بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر أزكى السلام والنور يا آل العبد الشكور وسبحان اللي باري الروح سلام الله عليك يا نوح ونوح بينادي كل نهار وينصحهم بالاستغفار وكانوا للصنم ساجدين كانوا للصنم ساجدين عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور وسبحان اللي باري الروح سلام الله عليك يا نوح سواع ويعوق أو نصرى دينا الصالحين محولهمش للأصنام غير الضالين سواع ويعوق أو نصرى دينا الصالحين محولهمش للأصنام غير الضالين عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور وسبحان اللي باري الروح سلام الله عليك يا نور يبني في سفنته ويدعي للهدى والنور فضل يدعي لرب الناس وفاضي الماء من التنور سفينة شايلة كل زوجين على عالم جديد رايحين بعلم ودين وكان المرسى عالجودي ونوح قال للحياة عودي آخر كلمة حنقولها قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور وسبحان اللي باري الروح سلام الله عليك يا نوح عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور وسبحان اللي باري الروح سلام الله عليك يا نور عليك أزكى السلام والنور بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله ماذا دبر ورتب هؤلاء المعادون لنوح عليه السلام؟
لن تفلح كل هذه المؤامرات للقضاء على دعوة الحق. إن صبر نوح ويقينه أقوى من أن يهتز لكيد هؤلاء. إننا نرتب لحرق كل أخشاب المدينة يا كنعان. تحرقون كل أخشاب المدينة يا ناكر؟ وما الداعي لهذا كله؟ حتى لا يجد أبوك نوح أخشاباً يصنع منها هذه السفينة. لا أدري متى سأستيقظ من هذا الكابوس، لا أدري. لابد أن نتحرك كلنا لنؤلب الناس على نوح يا كنعان. كل ما أستطيع فعله أن أعصي أبي ولا أطيعه. هذا لا يكفي يا كنعان، هذا لا يكفي. وماذا أفعل أكثر من هذا؟ لقد ابتعدت عن إخوتي سام وحام ويافث. السبب الوحيد في هذا هو دعوة أبيك نوح لترك عبادة الأصنام آلهتنا. لن أترك عبادة وداً ولا سواعاً أبداً أبداً. ما زال نوح يطيع أمر ربه ويصنع السفينة حتى يخرج بها مع المؤمنين إلى خارج هذه البلدة الظالم أهلها، متحملاً ابتلاءات قومه وإيذاءهم من أجل توصيل هذه الرسالة الربانية المباركة. لو كان الأمر بيدي لصارعت مع إخوتي بالهروب مع أبي من هذه القرية الظالمة. ولكن نوحاً لن يقبل هذا يا حام. لقد بدأ فعلاً في بناء السفينة يا واغلة، بدأ بالفعل. تحدث مع أمك كي تكف عن هذه الحرب على زوجها. ماذا تقصدين؟ إنها تتعاون مع الجميع ومعهم كنعان أخوك للقضاء على نوح. ماذا تقولين؟ ومن الذي أخبرك بهذا؟ المدينة كلها تستعد لحربها على نوح. أمي تجهز لحرب ضد أبي مع هؤلاء العصاة؟ أمك تقول في كل مكان إن نوحاً مجنون. هذا ما يؤلمني، ولكن ماذا أفعل؟ علينا أن ندعو الله أن يجعل كيدهم في نحرهم وأن يدافع عنا وعن نوح. لابد أن أجتمع مع إخوتي لبحث هذا الموقف. نعم، علينا أن نتحد حتى ينتصر الحق على الباطل. ما الذي جرى لك يا ولدي مهدي؟ كيف اقتنعت بما يفعله نوح وما يدعو إليه من ترك عبادة الأصنام؟ كيف حدث هذا؟ وقد طار زوجي، كيف وافق على أن يترك ولده عبادة الآلهة ليعبد إلهاً واحداً ويؤمن بما يقوله نوح؟ كيف؟ كيف؟ كويسة. أي إلى أين أنت ذاهبة؟ ولماذا لا تأتين لتنظيف قصري؟ لقد جئت إليك بما هو أهم من ذلك يا أميرنا السامق. وما هو هذا الأهم؟ نوح، إن ولدي مهدي قد دخل في زمرة التابعين لنوح. وما الذي جعله يفعل ذلك؟ لا أدري يا أميرنا، ولكنه حدث.
لقد قررنا أن نتخلص من هذا الرجل وإلى الأبد، وأنا سأتعاون معكم في هذا. سيكون دورك هو أن يقاطع الناس نوحا في كل مكان، في السوق، في المخبز، في الطرقات. سأفعل كل ما بيدي حتى يرجع لي ولدي مهدي عابدا للأصنام، آلهتنا. أما نحن الأمراء فلنا كلام آخر، لنا كلام آخر معك يا نوح. من أين أتى لنا هذا الرجل الغريب؟ من أين أتيت يا نوح؟ يا أخي، لقد زاد الأمر صعوبة. أتدري ما خطط له القوم؟ لا أدري، ماذا جرى؟ لقد اتفقوا مع السراجي والسامق على حرق كل أخشاب المدينة. ولماذا يفعلون ذلك؟ حتى لا يجد أبي أخشاباً يصنع منها السفينة. لن يستطيع إيقاف دعوة أبي مهما فعل. علينا أن ندافع عن أبينا مهما جرى. أفتديه بنفسي وولدي ومالي. اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم انصر الحق يا أرحم الراحمين. العالمين. اللهم انصر الحق يا أرحم الراحمين. يا ود ويا سواع، أغيثوني، خلصوني من هذه المحنة. أريد أن أعود ويعود بيتنا كما كان قبل هذه الكارثة التي يمر بها أبي نوح. يا إلهي يعوق، يا إلهي نصر، يا آلهتي أغيثوني، أغيثوني. يا آلهتي، يا آلهتي العظيمة، أريد أن يعود ولدي مهدي إلى ما كان عليه، أن يعود لعبادتكم والتودد إليكم. لا لا لا، ليس لي آلهة غيركم. يا آلهتي، ليس لي غيركم. أعيد إلى أبي رشده وعقله. حتى زوجي قطار قد ذهب بعيدا عني. يا إلهي، نوح قد سحره أيضا وأدخله في دينه الجديد. لا أدري من أين جاءنا هذا البلاء. يا آلهتي، أعيد إلى أبي رشده، أعيد إلى أبي عقله. أعدك يا آلهتي بأن أعطيك وأهدي إليك كل ما أملك، ولكن أريد زوجي وولدي، أريد زوجي وولدي أن يعودا إلي. يا ود، يا سواع، أعيدا إلي ولدي وزوجي. لماذا لا نحرق كل أخشاب المدينة وأشجارها حتى لا يجد نوح ما يبني به السفينة؟ أنا لا أعترض على أي شيء يفسد ما يفعله نوح يا سمراء. مولانا السراجي، نحن خدمك والأمر أمرك. افعلوا كل ما يمكن أن تفعلوه للقضاء عليهم.
سأستعين برجالك يا مولاي. هم لك يا سمراء. وأين ناكر زوجك؟ ناكر ينفذ ما أقوله أنا يا مولاي. ونعم الرجال. أستأذنك للرحيل يا مولاي. ظل نوح يدعو الناس لتوحيد الله وترك عبادة الأصنام، واستمر هذا الأذى لنوح عليه السلام وأتباعه طوال فترة دعوته للرجوع عن عبادة الأصنام والدعوة إلى الدخول في دين الحق. نوح النبي الصابر المحتسب يدعو قومه ليلا ونهارا، لكنهم معرضون عن الاستجابة لأمر الله، فيا لهم من عصاه، لا يدركون أن بينهم نبيا من أنبياء الله.